السلام عليكم. النهاردة عنوان الحلقة كاسباروف الذي لا يعرف الرحمة. وطبعا كاسباروف من أعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ اللعبة، إن ما كانش أعظم لاعب فعلا جه في تاريخ اللعبة. ورأي كتير من نقاد الشطرنج إن هو أفضل لاعب في التاريخ. هنشوف النهاردة 4 أدوار لكاسباروف بيلعبهم طبعا ضد أفضل لاعبين الشطرنج في وقته، وبيكسبهم بكل سهولة كأنه ألفا زيرو بيلاعب بني آدم قدامه. هنشوف الدور الأولاني لكاسباروف، وهو دور ضد جون نان، وده كان من أحسن 10 لاعبين في العالم في وقته، والدور من بينوني. افتتح كاسباروف d4 f6 c4 e6 nc3 c5 d5 e6 d5 c6 d5 زائد البيدق e4، وهنا دخلنا البينوني، لعب g6 f4 وبعدين بيشوف g7، وده تفريع شرس جدا، وهنشوف ازاي كاسباروف استخدمه واستخدم التكتيكات الفنية اللي فيه علشان يكسب نان بكل سهولة. ادى الكش، لازم ترجع بالحصان هنا لان دي النقلة الصح عشان تراقب المربع اللي موجود في e5، لانه زائد e4 في e5 قوية جدا. لعب كاسباروف a4، لعب جونان na6، لعب كاسباروف nf3، nb4 بيت a6، بيشوب تيكس d7 بسرعة علشان عاوز يهجم على الجناح بتاع الملك الأسود، وكل ده هيبان دلوقتي. بيشوب تيكس d7 f5، وطبعا نقلة قوية وعايزة تبتدي تكسر في جناح الملك الأسود، ويبتدي كاسباروف يلعب لعبه. بيت جون نان ظنا منه إن كل حاجة هادية، وهنا ابتدى كاسباروف الهجوم بتاعه بيشوب g5 f6 بيشوب f4 جي تيكس f5 بيشوب تيكس d6، ودي نقلة كان محضرها، ويبدو انه جون نان حضرها لكاسباروف، وطبعا للأسف تحضير مش سليمة. فلعب هنا نان بيشوب تيكس a4، روك تيكس a4، كوين تيكس d6 بيعوض الفرق، و هنا كاسباروف فاجئ جون نان بالنقلة دي، نايت h4، طبعا نقلة قوية جدا عايزة تنط في المربع f5. والحقيقة جون نان كان بيفتكر ان كاسباروف هيلعب النقلة التانية، وهي e takes f5 فيرد b5 ويبتدي يهجم على جناح الوزير، ولكن زي ما قلنا النقلة اللي اختارها كاسباروف هي nh4، ودي نقلة الكمبيوتر. أخد جون نان ظنا منه إن هو ممكن يعوض ويعرف يلعب، بس كاسباروف سريعا جدا خلص عليه. لعب إن إف فايف، كوين دي سفن، إن إي فور. طبعا التهديدات دلوقتي بقت تهديدات مرعبة، نطة الحصان في دي سكس، أي واحد منهم نطات قوية جدا. الفيل الأسود اللي في جي سفن ما بيلعبش، تقريبا جميع قطع أسود مطلوبة، والحقيقة ما فيش أي حل للموقف. وهنشوف في بضع نقلات إزاي كاسباروف خلص الدور. جون نان دخل بالملك NC5 عايز الوزير، وهنا جون نان سلم لأنه طبعا الموقف ضايع خالص. زي ما احنا شايفين الأبيض كل قطعه بتهجم، ومفيش ده أي دفاع ضد حتى إنك أنت تدافع عن الحصان الموجود في b4، وكل حاجة محمية عند الأبيض، والأسود ما عندوش أي لعب. طيب هنشوف الدور اللي بعده، باين لنا برضو قوة كاسباروف. هنا برضو نفس الضحية هو جون نان، والظاهر إن جون نان يعني للأسف أسلوبه ما كانش ماشي كويس مع كاسباروف، و لعب هنا d4 زي الدور اللي فات، nf6 nf3 g6 c4 بيشوب g7 g3 تبييت بيشوب g2 c6
ان سي 3 دي 5 سي تاكس دي 5 سي تاكس دي 5 ان اي 5 وكاسباروف طبعا زي ما احنا قلنا بالابيض ونان بالاسود. فنان هنا لعب نقله يمكن سلبيه شويه اي 6 قفل على الفيل وبيحاول ان هو يدافع عن البيدق اللي في دي 5 وينشر قطعه بالراحه، بس طبعا كاسباروف ما بيرحمش فبيت ان اف دي 7 اف 4 ان تاكس ان اف تاكس اي 5 ان سي 6 وهنا كاسباروف راح ضارب على طول الوسط اي 4. طبعا نقله قويه، افتكر نان ان هو هياخد بيدق ما خدش حاجه طبعا دي تاكس اي 4 بيشوب اي 3 بيدافع عن البيدق وعايز البيدق التاني اف 5 اي تاكس اف 6 روك تاكس اف 6 نايت تاكس اي 4 روك تاكس روك كوين اف 1. وهنا الظاهر انه نان طمع في البيدق فاخده روك دي 1 اي 5 بيدعم الحصان اللي موجود في الدي 4 بيدافع عنه وهنا كاسباروف فاجئه بنقله قاتله ان جي 5. نان هنا سلم وطبعا احنا عايزين نعرف ليه سلم. طيب هنفترض انه الاسود مثلا يعني نقل النقله اللي هي بيشوب اف 5 علشان يكمل قطعه ويبتدي يلعب، تفتكر الأبيض هيلعب إيه هنا؟ عايزينك توقف الفيديو وتفكر شوية. هفترض إن أنت وقفت الفيديو وفكرت، نقلة كاسباروف هتبقى رو تيكس دي 4 تضحية قاتلة إذا أخدت زي ما إحنا شايفين التكملة اللي جاية دي كوين سي 4 كش تخش بالملك أديلك الدبل واخد الوزير وتعتبر ان الدور انتهى. وطبعا ده اقل حاجة يعني الواحد لازم يسلم في المواقف دي لان انت بتلعب مع كاسباروف مفيش امل من اي حاجة تقدر تعملها في مواقف زي ده. هنشوف الدور اللي بعده وبرده دور جميل جدا الصراحة، كاسباروف لاعب ممتاز واكتر من رائع في حاجات كتير. هنا كاسباروف بيلاعب تمن وتمن كان يمكن أكتر من مرة شفته في بطولات العالم بينافس يمكن على الدور النهائي أو قبل النهائي، فطبعا يعني لاعب من أعظم اللاعبين هو هولندي وبطل لعب من زمان، بس طبعا يعني في عصر الثمانينات والتسعينات كان تمن ده من أعظم اللاعبين الواحد بيقرأ له. المهم كاسباروف هنا كان بيلعب باللون الأبيض وتمن بالأسود دي 4 اي 6 جي 3 سي 5 ان اف 3 سي تاكس دي 4 بيشوب جي 2 اي 5. طبعا لو أخدت البيدق اللي في اي 5 هيديلك كش بالوزير في اي 5 ويبقى أخد الحصان، وطبعا كاسباروف مش هيقع في حاجة زي كده بيت دي 6. طبعا تمن ضيع وقت كبير قوي في تحريك البيادق وما عندوش ولا قطعة منتشرة، هنشوف كاسباروف ازاي بيعقل. لعب سي 3 عاوز يطير كل بيادقه اللي في الوسط فاخد تمن لانه مفيش احسن من كده ان سي 3 ان اف 6 وظنا منه ان موقفه لغاية دلوقتي متماسك وصلب، بس طبعا كاسباروف لو ضيعت قدامه تمبو له معنى. وراح لعب بيشوب جي 5 بيشوب اي 7 بيحاول ان هو يمنع الكسرة اللي على اف 6 ان دي 2 وفتح طبعا مجال للفيل اللي موجود في جي 2 ان بي دي 7 وهنبتدي نتفرج دلوقتي كاسباروف هيعمل ايه في تمام. ان سي 4 عايز البيدق اللي في دي 6 بيحاول يحميه بالوزير وعايز الحصان اللي في سي 4 لعب بي 3 اتش 6 و طبعا شكلها نقلة منطقية بيحاول ان هو يصفي الموقف وكاسباروف ما ادالوش اي فرصة تانية وراح لاعب ان بي 5. يبدو الموقف لغاية دلوقتي ان الاسود عنده حلول كتير، هي ان الاسود ما عندوش ولا حل، فطبعا راح لاعب هنا تمن وين سي 5 بيحاول لسه يدافع عن البيدق اللي موجود في دي 6 فلاعب هنا
كاسباروف ان بي تيكس دي 6، ويبدو للوهلة الأولى هنا إنه الموقف ما فيش فيه أي مشاكل، بس طبعا إذا أنت مثلا أخدت الحصان اللي موجود في الدي 6 فالرد ان تي دي تيكس 6، وهتضطر إنك أنت تلعب الكينج بتاعك في اي 7، ونقلة ان اف 5 قوية جدا، والدور تقريبا شبه منتهي لأنك ما عندكش أي نقلات تلعبها. ف طبعا موقف صعب جدا، فاضطر تمن هنا إن هو يخش كينج اف 8، ولعب هنا كاسباروف بيشوب اي 3 عايز الوزير. طيب هتودي الوزير بتاعك فين؟ مفيش عندك مربعات غير مربع واحد كوين سي 7، وهنا كاسباروف بكل ببساطة لعب روك سي 1 عايز الوزير، ومفيش يمكن مكان غير انك انت تلعب نقلة زي اللي لعبها تمن، بيحاول ان هو يعني يوجد مهرب ويلعب شوية، فلعب ان جي 5، وهنا جت النقلة القاضية كوين دي 5 عايزة المات اللي في اف 7 وملهاش حل. طبعا مفيش أي حاجة نقدر نعملها، لو مثال بيشوف تيكس دي 6 ان تيكس دي 6 وهتروح بالوزير فين وعايز المات في اف 7 برضه ملهاش حل. فالأدوار اللي أنا بوريها لكم دي أدوار كاسباروف كسبها في أقل من 22 نقلة. يعني إحنا طبعا في العادي بنشوف اللاعبين بيلعبوا 70 و80 نقلة ويمكن بيوصل الدور في الآخر تعادل، ما بالك كاسباروف بيخلص على خصومه في أقل من 25 نقلة، حاجات يعني الصراحة مش طبيعية. هنشوف الدور اللي بعده. كاسباروف هنا بيلعب ضد إيفنج باريف، طبعا ده لاعب قوي جدا من اللاعبين اللي كانوا برضو مشهورين جدا في التسعينات وفي أوائل الألفينات، وهنشوف كاسباروف بيديله دور غريب الصراحة. لعب بريف هنا دي 4 ان اف 6 سي 4 جي 6 ان سي 3 بيشوب جي 7 ان اف 3 تبييت اي 3 سي 5 بيشوب اي 2 سي تيكس دي 4 اي تيكس دي 4 دي 5، وكمل هنا الابيض تبييت ان سي 6 اتش 3 بيحاول ان هو يمنع الربط اللي على موجود على اف 3 بيشوب اف 5 سي تيكس دي 5. طبعا شكل الابيض هنا ان هو في امان وكمل انتشاره وكل لعبه ممتاز. اخد الاسود ان تيكس دي 5 وين بي 3 مهدد الحصان ومهدد البيضه اللي موجود في بي 7 كانه نقطه ضعف. هنشوف كاسباروف هنا هو بيلعب الستايل بتاعه اللي هو دايناميكي شويه، راح لاعب بيشوب اي 6 مهدد طبعا ان هو يلعب ان اي 3 وياخد الوزير او ياخد الرخ. فاخد بريف هنا ظنا منه ان هو كسب بيدق، ولكن طبعا كاسباروف صعب انك انت يعني تاخد منه بيدق الا اذا كان في وراه مغزى، وهنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. ان تيكس دي 4 ان تيكس دي 4 بيشوب تيكس دي 4، وراح لاعب بريف هنا بيشوب اتش 6، وابتدت قطع الأسود تعزف سيمفونية، وابتدى يلعب كاسباروف روك بي 8 كوين اي 6 لأنها مفيش غيرها، وأخد البيدق اللي هنا ومطالب طبعا إن هو يكسر الحصان اللي بيحمي الفيل اللي في اي 2 وياخده ببلاش بعد شوية طبعا، وفي ضغط جامد جدا من الفيل والحصان على السي 3، فما عندكش غير إنك أنت لازم تكسر الحصان. كله اتنقل شكله طبيعي جدا، بس طبعا هنشوف ايه اللي هيحصل. و كوين تاكس دي 5، وهنا بريف اخد الفرق. طبعا شكل الموقف انه الابيض هنا هو اللي بيكسب، ولكن هنشوف كاسباروف ازاي كسب. كينج تاكس اف 8، لعب بريف هنا النقلة المنطقية وهي اف 4، بيحاول ان هو يبتدي يبعد الضغط عن البيضة اللي موجود في A2،
وراح كاسباروف لعب روك بي 3. طبعا الشكل النقلة يعني انك انت بتخسر. المصيبة انه دلوقتي الاسود مهدد تهديدات بالمات، فهنشوف ازاي كاسباروف هنا ادى قريب من الموقف ده مات. حاجة يعني الصراحة لما تفكر فيها تقول راجل ساحر. روك ايه دي 1 بيحاول ان هو يربط الفيل اللي موجود في دي 4، وراح كاسباروف هنا لعب النقلة الأخيرة وهي روك جي 3. طيب انت دلوقتي شايف طبعا انه ممكن مثلا يعني انك انت تلعب ايه، مفيش حاجة تقدر تلعبها. فمثال لو لعبنا بيشوب اف 3 فهتجيلك التكملة اللي جاية دي، كوين تيكس اف 3، هتضطر انك انت تلعب كوين سي 6، هتلعب انت كوين تيكس سي 6، تاخد الفيل واديلك مات هنا في جي 2. سحر يا جماعة، يعني الصراحة دور اكتر من رائع. هنرجع كام نقلة نشوف التعليق اللي انا قلته، ازاي الواحد يخسر لو كان لعب بيشوب سي 4. برضو علشان الناس اللي متابعينا، هيلعب هنا الاسود كوين تيك سي 4 ومفيش حل غير النقلة دي كانت علشان ما تاخدش مات، مش عشان تكسب، لان طبعا مفيش اي مكسب في الموقف، والموقف طبعا انتهى كده. انا الصراحة يعني بحاول اوريلكوا الادوار دي علشان لما نستعرض طبعا ادوار كاسباروف التانية، وان شاء الله احنا هنعمل سلسلة كبيرة عن كاسباروف. لما الناس تتكلم عنه يعني الصراحة لاعب اسطوري، ودي ادوار بتبين لنا قوة كاسباروف. يعني كاسباروف لاعب مش طبيعي، ويمكن احنا طبعا مش مقدرين لان احنا من جيل تاني، بس احنا لما كنا بنشوفه واحنا صغيرين يعني الصراحة الادوار اللي كان بيلعبها ما فيش غير كاسباروف، هو تقريبا اللي كان ساعتها مسيطر على الجميع. دلوقتي طبعا خالص كل الناس بتتفرج عليه وبتتابعه، لكن كاسباروف في العصر القديم كان هو افضل لاعب في الشطرنج. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتم، وبعتذر ساعات انا بعمل اخطاء، لكن الحقيقة انه الايديتنج احنا هنشتغل عليه ان شاء الله، لانه القناة بتاعتنا لسه قناة جديدة. وانا بشكر جدا كل الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات وبتسيب لي تعليقات، وان شاء الله باذن الله احنا هنحاول ان احنا نستكمل سلاسل كتير علشان تساعد الناس في كافة المستويات ان هي تلعب شطرنج وتستمتع باللعبة، وتحاول ان هي ان شاء الله يعني توصل لكل الحاجات اللي هي عايزة توصل لها في اللعبة، سواء كمنافسة او استمتاع باللعبة، لان طبعا مش كلنا عندنا الوقت ان احنا نقدر ان احنا نلعب شطرنج محترفين، لانه بياخد وقت كتير وسفر وعاوز تدريب. وفي بعض الناس طبعا تقدر تستمتع باللعبة بس وتشوف هذه الأدوار، واحنا بنحاول ان احنا نرضي جميع الأطراف على أساس ان القناة بتاعتنا تكون شاملة للكل. بشكركم جدا وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم.